احنا في الجواز بنقول تزوجنا على كتاب الله وعلى سنة وسنة رسول رسول الله. الله. الطلاق برضو نفس الكلام، لازم يكون على كتاب الله وعلى سنة سنة رسول الله، رسول الله. مش حرية شخصية ان انا اطلق براحتي او انا اعمل اللي انا عايزه في الطلاق، او الزوجة نفس الكلام تطلب الطلاق في اي وقت. يعني مثلا خدي عندك سيدنا النبي يقول عليه للمرأة: الصلاة ايما والسلام. امرأة طلبت الزواج، طلبت الطلاق من غير بأس لم تشم رائحة الجنة. يعني ايه من غير بأس؟ يعني من غير حاجة، من غير من شدة، غير من غير سبب. عذر، من غير سبب. واحدة كده عايزة تتطلق وخلاص، اللي عايزة تتطلق وخلاص ومفيش سبب يستدعي فعلا ان هي تتطلق، وجوزها ما قصرش معاها في حاجة، يبقى دي انسانة بعيدة عن منهج الله، لم تشم رائحة الجنة. طب خدي الحديث ده بقى في الناحية المقابلة بالنسبة للرجل. للرجل. يقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة والسلام. إن من أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها. يعني واحد تزوج واحدة ولما خد حاجته منها، تمام، حقه ولما خد الشرعي مصلحته منها خلاص. راح مطلقها وراح واكل عليها المهر بتاعها. كمان. فإذا الطلاق حكم شرعي. يعني إيه حكم شرعي؟ يعني فيه ثواب وعقاب، فيه حلال وحرام، فيه صح وفيه غلط. فما ينفعش إن احنا نقدم على الطلاق إلا لما نكون دارسينه كويس وفاهمين أبعاده كويس.